جي حجي شو عم تشوف؟ سمعت السيد سيدنا وقائدنا العزيز سمعت السيد حسن تعرفوا منيح سمعت السيد؟ منيح ما أدري بس أعرفه منيح بس الله يعرفه شخصية عميقة بس غريب هلا جالسين نحن بجلسة هيك يعني خاصة ومع ذلك ماسك الموبايل عم شوفك السيد حسن السيد العزيز وقائد المقاومة قائدنا هذا السيد العزيز والمقاوم والأسوة والآن جاي يتحدث عن تحرير الموصل فالأولى أن نسمع الآن ودائما عنده شيء جديد يعطينا عزم ويعطينا إرادة ويعطينا دافعة قوية لإدامة هذا الطريق طريق الجهاد الله يعزك شكرا حج شكرا حبيبي ان شاء الله الف مبروك مبروك لك لكل اللي ساهموا بهذه العمليات لقناه الميادين اللي رعت جهادنا وعملنا منذ اللحظه الاولى الى اليوم واكبت حضوركم بشجاعه في الميدان وكان حضور شجاع وحضور جهادي وحضور استشهادي جزاكم الله بالف خير القناة الأولى في تغطية المعارك ضد داعش يعني أنا شفت في التحرير كنتوا سباقين وسابقين حتى كل القنوات تقريبا العراقية اللي موجودة بما فيها القنوات الرسمية حضور مراسليكم حضور هذه الأخت اللي في الخطوط المتقدمة للعمليات وفي تغطيتها سلمى تحية لها تحيه لهذا المراسل الشجاع البطل عبد الله بدران عبد الله هو اعلن النصر هو اول من اعلن النصر قيادة الميادين عبد الله وشال العلم العراقي